ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ارتفع في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم كوكب العلم والإبداع إلى السماء، معلنا افتتاح جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، وبحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى. كل جامعة لها كلية مميزة في العمارة، في الاقتصاد، في إدارة الأعمال، سمها اللي تسميها. اخترنا اللي الكلية رقم واحد، لا يعني هذا ان اخترنا الجامعة، مثلا جامعة إلينوي، جامعة إلينوي أي شيء الاقتصاد تلقاها متميزة فيه، الجامعات الأخرى البريطانية كل واحدة متخصصة في شيء، فكانت بالفعل يعني خطوة بجد، وكان في مجهود وبعث ناس وراحوا وجونا منهم ناس على أساس الآن اللي يدرس هنا. وفي بادرة طيبة قدم سمو الأمير فيصل بن سلمان دعما لأبناء شهداء الواجب منحا دراسية تقديرا لجنودنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. إن لا نختبر، يجون ناس يختبرون معنا، يجينا مدرسين منهم ونرسل مدرسين، ويمكن نرسل طلبة وطالبات يكملون هناك ويرجعون علينا. فالموضوع يا طول العمر هو انتقاء ودراسة دقيقة جدا للي ما هو موجود في سوق في التعليم في المملكة، هذا اللي اخترناه. تحويل كليات البيان إلى جامعة الأمير مقرن حلم جميل وقد تحقق اليوم بجهود عديدة تطمح إلى الرقي بالجانب التعليمي المتميز، حيث بدأت فكرة الحلم منذ 11 عاما وأن تكون الجامعة في مصاف الجامعات السعودية. والحمد لله الجامعة تبشر بالخير، ونتطلع إن شاء الله أن تساهم مع زميلاتها جامعات المملكة الحكومية والأهلية في تقديم التعليم الذي نفتخر به، ويساهم في رفع كفاءة القوى البشرية السعودية، ويقدم تعليم نوعي يمكن الطلاب والطالبات من العمل والإنتاج والتقدم العلمي إن شاء الله. تحمل الجامعة بين أروقتها على أفضل الكليات، ويوجد بها تخصصات معينة من قبل 28 جامعة أمريكية وأوروبية، علاوة إلى وجود خبرات من خارج المملكة يتم دمجها مع الخبرات المحلية لتكون جزءاً مكملاً لقطاع التعليم في السعودية. الآن المستوى الأكاديمي متميز، وطلابنا والحمد لله إلى الآن متميزين، ولن نسمح لأي طالب يتخرج إلا وهو متميز ومطمئن عليه إن شاء الله تعالى. العلم والتعليم هما الدرع الحصين الذي يحمي أبناءنا من الجهل، وهما من يساهمان في بناء مجتمع متماسك ومترابط وقوي. لقناة عين، ناصر الميثان، المدينة المنورة.